بعد ان لقينا conditions نرجع نكتب المعادلات اللي كانت بدلالة C1 و C2. هاي المعادلة عرفنا قيمة C1 و C2 ايش قد، وهاي المعادلة بدلالة C3 و C4 ارجع ارتبها بعد ان عرفت قيم C2 و C4 صفر والC1 والC3 هي 400 على 3، ارجع اكتب المعادلات بالشكل الصحيح علما للديفليكشن للسلوب، يعني قصدي المشتقة الاولى للسلوب وللديفليكشن لكل السكشنات. بس كملت عندنا المعادلات، هاي معادلة السلوب اللي خاصة بالسكشن AB بدلالة الX، هذه معادلة الديفليكشن بالسكشن AB، هذه المعادلة للديفليكشن او العفو للسلوب بالسكشن BC، وهذه معادلة الديفليكشن للسكشن BC. فأربع معادلات صار عندنا باعتبار 2 sections. لكن شنو؟ كل واحدة بها معادلة السلوب ومعادلة الديفليكشن. هسه إذا نرجع للسؤال، هو إيش طالب من عندنا السؤال؟ طالب من عندنا أنه تحسب له الماكسيمم displacement and maximum slope angle. هذا شلون راح نعرف الماكسيمم سلوب؟ من ترجع للشكل عندنا هذا السكشن اكبر من السكشن الثاني، لذلك انه نتوقع انه الماكسيمم ديفليكشن يصير بالجزء الاكبر. ليش؟ لانه اذا تلاحظ الشكل انه يبدا الجسم بالانحناء وبعد ذلك يصير به انقلاب، معناها اعظم نقطه يوصلها للاسفل هي صار بها سكشن بسكشن الاي بي. بعد ان حددناها بالسكشن الاي بي لانه السكشن الاكبر، شلون راح نعرف مكانها بالضبط؟ احنا السكشن اي بي يبدا من الصفر ينتهي بالثنين، شلون نعرف يا مكان بعدها؟ تحفظ هاي القاعده اللي ذكرناها بالمثال السابق واللي هي ماخوذه من الرياضيات، واللي كنا المواضيع مالتها نسميها نقطه الانقلاب العظمى او نقطه الانقلاب النهايه لايجاد النهايه العظمى والصغرى، انه حتى تلقى في معادلة ما تلقى النقطة او البعد اللي ينطيك اعظم واي او اعظم نيو لازم تكون المشتقة تساوي الى صفر. يعني بالسكشن اي بي انا صار عندي المعادلة هذه اللي هي الاكس تكعيب في الاكس الى اخره، شلون القى يا قيمة اكس تبطيني اعلى نيو؟ لان كل اكس اعوضها تنطيني قيمة لنيو، فأرد ألقى يا أكس أعوضها هنا ما بين الصفر والثنين تعطيني أعلى نيو. أنا ما أقدر أسوي ترايل أند إرر كل ساعة أكتب بالحاسب، يعني هالوقت ما ينتهي. فحتى تلقاها بالرياضيات يقول لك تروح للمشتقة تساويها للصفر، فتشوف يا أكس تساوي للمشتقة تساوي الصفر تجي تعوضها هنا. فهنا ساوينا المشتقة إلى صفر طلعت الأكس 1.633 هاي من المشتقة. وهي قيمة مقبولة، ليش؟ لأن احنا قيمة الاكس بين الصفر والثنين فهي 1.6، هذه أجيبها أعوضها وين؟ أعوضها بالمعادلة مال الديفليكشن فيطلع عندي هذا الرقم للأسفل، معناها أنه الماكسيمم أنه أعظم نقطة راح ينزلها البيم هي عبارة أو تقع على بعد 1.6 متر، وبهالنقطة البيم راح ينزل 7.09 مليمتر باتجاه الأسفل لهذا السالب. اما المطلب الثاني، وين اعظم ديفليكشن؟ The largest slope. Largest slope اللي هو اعظم ميلان راح يكون عند الطرف الايمن. ليش؟ من الشكل اللي يعني يصير بيه انحناء حادة، مو مثل هذا، انه هذا ياخذ مجال يصير بيه سلوب خفيف الى ان يعدل الاتجاه مالته. هذا راح يكون السلوب مالته اعلى، يعني هاي الزاوية اكبر من هذه الزاوية. لذا نتوقع انه بالجزء الايمن السلوب هو يكون الاعلى. فلذلك هنا عندنا بالسؤال باي انسبكشن ذا الاستيك كيرف يقول لك من تنظر لل او استعراض الالاستيك كيرف اللارجست سلوب راح يصير على بعد نقطة سي، بما انه السلوب هو المشتقة الاولى، اذا نعوض اكس 3 متر في المعادلة بي سي، هاي نطلعها من البي سي. ليش؟ لانه 3 متر تقع في السكشن بي سي، تعوض 3 متر فيطلع هذا السلوب.
طبعا الاسلوب هو ظل الزاوية بالزوايا الصغيرة جدا، ظل الزاوية يكون مساوي للزاوية، فلذلك اخذناها انه ثيتا تساوي ثيتا ماكس، اللي هي طبعا حولها من الراديان الى ديجري، ضربها في 180 على باي حتى يطلع لك اياها بالدرجات، هنا تطلع عندنا بالنقية. وبهذا انتهي عندنا المثال 6.3 على ما اعتقد. نعم، نكمل للمثال الاخير في هذه المحاضرة اللي هو مثال 6.4. عندنا كانتيليفر بيم ABC، مثل ما تلاحظ اكو قضيتين بهذا البيم. هو كانتيليفر بيم مثبت من الجهة اليمنى، فتخلي ببالك انه اثنين من الباوندري كونديشنز راح تطلعها من هذا النقطة. عندنا ديستريبيوتد لود لكن ما كامل، اذا معناها راح نقسم البيم الى جزئين. هاي بداية من تقرأ السؤال تخلي ببالك اذا النقاط. القضية الثالثة انه البيم المقطع مال تمام الساوي، الجزء الاول بي اي نوت معينة اي سكشن، والجزء الثاني بي اي نوت هو ضعف الاي نوت الاول. إذن ثلاث قضايا يعني تلاحظين في هذا السؤال. منطيك قيمة ال W شقد 200 pound per foot، قيمة ال E وأيضا قيمة ال I نوت، يريد تحسب لي الماكسيمم ديسبليسمنت اوف ذا بيم. فمن هذا الشكل مباشرة الماكسيمم ديسبليسمنت بيم معناها بهالنقطة هذه بالطرف الحر، فهنا راح نلقى النيو ماكس. حتى نوصل للنيو ماكس ايش نحتاج؟ نحتاج لازم نلقى المعادلات مال الاستيك كيرف. حتى نلقى معادلات الاستيك كيرف لازم القى معادلة المومنت، اشتق معادلة المومنت، وحتى اشتق معادلة المومنت لازم اكامل مرتين، وبعد التكامل مرتين لازم اطلع قيمة السي 1 والسي 2 القى لهم باوندري كونديشنز الى اخره. وبما انه الحمل غير يعني مستمر على الجسم فهذا راح يكون شبيه بالسؤال السابق. عندنا هنا مقطع راح يصير عندنا discontinuous، فنبدأ ناخذ section، مرة section هنا ومرة section هنا، فكل واحدة ايش راح نكتب؟ راح نكتب معادلة المومنت اللي خاص بها، هاي المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. أجل المعادلة الأولى اللي هي دائما نطبق بها الـ EI D note او دي 2 نيو اوفر دي اكس سكوير يساوي ان الام اوف اكس، اكامل مرتين طلعت معادله الالاستيك كيرف الخاصه بالجزء الاول بها سي 1 وسي 2. اروح للجزء الثاني الاي هو اصلا 2 اي نوت اللي هو يساوي ان مومنت اوف اكس، اكامل مرتين حتى اطلع قيمه يعني الالاستيك كيرف الخاصه بالجزء الثاني اللي هو نقدر نسميه جزء البي سي. فايش صار باوندر كونديشن من السكشن الاول سي 1 وسي 2، من السكشن الثاني سي 3 وسي 4، اذا عندنا 4 كونستانتس. كم باوندري كونديشنز نحتاج؟ نحتاج الى 4. اوريدي احنا 2 من عدهم راح نطلعهم من الجدار المبني، فهذه الباوندري كونديشنز انه النيو والديسبليسمنت تساوي صفر عند الجدار المبني، يعني السلوب وقيمة الديفليكشن تساوي لنا صفر عند الجدار المبني. إذن بيا معادلات أعوضهن؟ أعوضها بمعادلة السكشن بي سي. ليش؟ لأنه أصلاً الجدار المبني صاير بالسكشن بي سي، فهذه عوضناهن طلعنا قيمة السي 3 شقد وقيمة السي 4. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا قيمة السي 1 وقيمة السي 2 اللي راح نكملها بالسكشن أو يعني بالمقطع الفيديو اللاحق.